زون ميكست. جاي لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. وضيفنا في الساعة الأولى المدرب يوسف الزواوي، أكيد الجدل الكبير خلي كلام جمال الدين الإمام الأسبوع الماضي، وخاصة الكلام اللي قاله على سي يوسف الزواوي بخصوص كان 94 عليه الأمور اللي قالت. هات العباد اللي ما سمعوناش نسمعهم شنو قال جمال الإمام باش يبداو في الصورة. 94 عاد ذاك الأغلى من الظلم، ظلم تظلمت معناها تهرت في على مستوى الكونترا متاع واحد، وعلى مستوى ما لعبتش مدرب وقتها يوسف الزواوي. يوسف الزواوي يجيك يقول لك انت راه ما نعيط لك الا ما ترجع تلعب في تونس. رجعت نلعب في تونس، قال لي باش نعيط لك كوب دافريك. وقت الكوب دافريك اول مره واحد باش يلعب كوب دافريك دونك اوبليجي باش جي معناها جي ريليزي معناها جي عملت ريزيلاسيون دو كونترا نتاع الاتحاد وخليت برشا فلوس ورجعت وجيتي الميور معناها في لونترينمون ونترينا ومضحي ونحب نعمل كوب دافريك به، وجيت من بعد نلقى روحي ما نلعبش. رغم اني وقتها حتى وصل لي يعمل لونترينمون ويكلو ما نعرفش علاش انت بالذات. انا لتوا نحب نعرف علاش شامبيونان نتاع تونس اقوى من السعوديه. بين الناس الكل مش فاهم اليوم شنو صار في الكان هذيك 94. لغز اجا نقول لك حاجه، تو الكوره مشيت على روحها والوقت هذاك مشي على روحه. 94 اللي عمل البلبلة مشكلة كبيرة هو المدرب يوسف زوار. بالنسبة لي أنا تجي تسلم لعبة يا أخي. علاش؟ إكيب ناسيونال شنو معناتها إكيب ناسيونال؟ نحب نفهم أنا إكيب ناسيونال سي كوا؟ سيتان أتو هكا ولا؟ وحاجة سيتان معناها نلعبوا باسم دولة نحن. أنت كي تجي تعامل هذا نوع وهذا نوع تولي تعمل إشكالية. صحيح. دونك يوسف الزواوي كون يدي ينا 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 معناها ما خذاش ما عملش الجروب نفس المعاملة معناها، فهمت؟ كان يفضل شكون على شكون؟ اي كان يفضل، كان يفضل يشكون على شكون؟ كان يفضل الملاعبي هذا على هذا يبشبش بيه وهذا لا. علاش؟ يقول له هو ما نعرفش انا هذاك علاش تعرف زعما ما تحبش تقول والله العظيم لا اقسم بالله لا نحكي لك انا يفضل لاعبيه الاسبيرونس نقولوا على لاعبيه يفضل لاعبيه الاسبيرونس ويفضل اي اقرب بيت من لاعبيه الاسبيرونس خاطر هو راه مدرب في الاسبيرونس زون ميكست مع واحد يوسف تفضل هو اسلام ساعه للتوضيح انا ما جيش ناخذ رد حق الرد على ما قالوا قالوا ما قالوا عمر ما خديت خد حق الرد راه ما نتكلمش في الامور هذه الكل وخاصه من رد ما نرجعش على لاعب انا لعب عندي خاطر نحترمه ونحترم العلاقه اللي كانت ما بيناتنا نحترم كجوار اللي كاي جوار وخاصه هو في فتره من في فتره ما كان من الملاعبيه اللي هما ناجحين على مستوى الهجوم في تونس انا ما نقولش غير هذايا بالعكس ما شنو تسميوها معنا سميه التطاول سامحني في الكلمه توا كل شيء مسموح اللي هذا ياخذ الميكرو ويتكلم ويدينا بورتوكوا مش وريك اللي هو في متناقض في كلامه انا سمعت هو داخل في الاسبيرانس كما بيان. انا من الاسبيرانس ما نعرفش انا الاسبيرانس قول عليها ما هي جمعيه اللي هي عندها 100 سنه توا وجمعيه اللي محترمه وجمعيه احنا نسميوها دويان تاع لي كلوب اون برانسيب وفما لي كلوب الكل موجودين ولي جي كلوب الكل عندهم تاريخهم هو ديما معناها في الفتره الاخيره معناها داخل في في في, في الترجي التونسي حتى وصل يتكلم شريك اللي كلامه غلط اللي انا معناها نفرق ما بين هذا وهذا انا مدرب تاع الترجي انا عمري ما كنت مدرب تاع الترجي في 94 انا كنت في 92 كنت مدرب النادي الرياضي بن زرتي وكي خذيت المسؤوليه كنت مدرب النادي الافريقي ما كنتش مدرب نادي الترجي الرياضي التونسي خذيت بالانتيريم هو ما يراجع روحه على التاريخ هذه نقطه وما نظنش فما مدرب ما يحبش يجيب لاعب اللي هو محترف مستحيل واكبر دليل على هذايا اللي كونه شو اسمه نبيل معلول مشى للاتحاد هكا وقت ما طلبتش منه نبيل معلول انه يعود لتونس لا مش يعود انا الاهلي مش الاتحاد في سامحني الاهلي مش باش يعود لتونس وقت اللي جاته اللوفر واحنا في التحضير معناها قريب والكيب مشات
وحنا نمشي كوقت نعملوا في دي راسامبلومون ريبيتي. معناها كي باش يمشي ما يجمش يجي. معناها اقترحت عليه يشوف فماش امكانيه يوخر المشي نتاعو قبل حتى نسيسي. اي انت قلت له من بين ما تمشيش للسعوديه. اي قلت له ما عادش على الجمال امام مش نفس الكلام عليها. لا جميل هذا مش كلام صحيح. انا شخصيا والله ما نثبت عليه اولا، وثانيا مش كلام مش صحيح. مستحيل انا كي نجيب لاعب نقول له لا يلزمك تفسح الكونترا نتاعك، معقول هذا؟ شكون جد هذه؟ شكون جد هذه؟ هو علاش قالها كمال؟ ما قلت لك عاد تو مسموح كل شيء يتكلم. بعد اللي يتكلم وليت انا مسؤول في الامبيونس. شنو الامبيونس؟ كان هو يا اخو الاكيب اللي لعبت كونتر وبعثت لك انا ضد هولندا. قداش فيها من لاعب من النادي الافريقي، قداش فيها من النادي الرياضي بن زرتي ومن الجي اس كا والترجي الرياضي التونسي اللي هما هكما اكثر ملاعبين يمثلوا الفريق. هذا رايي انا الفني. انت باش تدخل في رايي الفني؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي هو ممكن ما يفهمش معناها المدرب وقت اللي يحط في مقابله ويعطي طريقه لعب يختار ملاعبية اللي تتماشى مع طريقه اللعب. هو ما كانش يتماشى مع البلان تاعك. لا انا في المقابله هكيه ما يجمش يتماشى مع المقابله هكي. لكن قاعد على البنك وقت اللي نبدل طريقه اللعب يجي يكون يلعب هكا. وقتها احنا نلعبوا اون 4 4 2 لوزونج. معناها اون 4 4 2 لوزونج وفي الفتره هكيه البريود هكيه اللي يلعبوا سلي كولوار معناها نقصوا ولينا اكثر افيك دو اتاكا اون بوينت يا ميليو تيران اللي هو يكون اون لوزونج افيك لي زيري لاتيرو اللي يطلعوا. هذه تكتيك ما يفهمهاش هو ما يفهمهاش والتو يا ما يفهمهاش مع احتراماتي لي. اما تو كل واحد جايز كل واحد يتكلم. من الكلام اللي قالوا كان كنت تعمل لونترينمون بلا الجمهور باش ما يشوفوش اللي هو في فورما. شنو هو الكلام هذا؟ شكون اللي قالوا احنا الاخر نهار نعملوا في لونترينمون في الانكس نتاع التيران نتاع الفيدراسيون في الفيدراسيون والتيران واحد مفتوح. واش هو شكون هو؟ هكا وقته هو شكون بارابور على حمروني ولا بار نبيل معلول ولا بار فوزي فوزرويسي؟ سي تان جوار كيف كيف كيف؟ نبيل ما كانش موجود وقت. لا في البريود هكايا في البريود هكايا كي نقول انا فما عندك ما عندك عندك ما عندك اسلام 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 كان لا ما قسموش محترف معناها كان لاعب بالعكس انا آه. انا اعطيته قيمته في بدايه كلامي من ملاعبيه اللي ظهروا وعنده تاريخه وعنده امكانياته قلناش ليه احنا رح. اما هو ما يجمش يكون هكا وقتها معناه ما يغزرش الملاعبيه اللي عندهم قيمه زاده وعندهم تاريخهم وعملوا كارير. معناها جوست شوا تكنيك وكا. شنو شوا تكنيك؟ بيان سور شوا تكنيك اسلام. اما هذا باش يقول هو المسؤول وهو خلق شكون اللي قال هو المسؤول؟ شنو هو انت كلام قران انت كلام قران انت في البريود هكايا نتاع 94 ها؟ وبعث لك انا نتاع المقابله هكايا. باهي باش نجيو نحكيو اكثر عليها كوب دافريكا هذيك نتاع 94 نمشيو للاخبار وبعد مواصلين معاك سي يوسف. زون ميكست اكسبريس اف ام تزيد في القيمه الاخبار. اسعد الله واوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا الموجز الاخباري. سيتم الاهتمام بالوضعيات الاجتماعية لعائلات المعلمات الخمس التي قضين في حادث مرور بالقصرين إضافة إلى النظر في الوضعيات الأخرى وفق ما أكده وزير التربية محمد الحمدي في تصريح لمراسلتنا فدوى القرمازي خلال زيارته اليوم إلى الجهة. أنا اللي نعد به على ضوء إمكانيات البلاد ووضعها اللي ماهوش خافي على كل حال هو أن الملفات هذه ستحل وسنصل فيها